باغي انا والو ولا ما باغيش حاجه انا باغي نبان في التلفاز صافي باغي نتزوج انا عرفتي شكون هي نقول سميتها لا ما نقدش نقول سميتها اسمحوا لي سعاد سعاد اش سعاد لا ما نقول كنيته حيت خوها معنا هنا والمغربي هو الشعب الوحيد في العالم اللي كيربح 60,000 ريال وكيصرف مليون ملي كتجيه 140 المغربي هو الشعب الوحيد اللي ما كيدخل السوق راسو المغربي هو الشعب الوحيد اللي كيعوم في البحر وحد يحويجو المغربي هو الشعب الوحيد في العالم اللي كيعرقها شراب ملي كتقرع كيقول استغفر الله والمغربي باش كيعجبك واخا ما خدامش كتلقاه لابس نقي جوج بورطابلات هو كيتسال عباد الله الفلوس ديال اكس 1 اكن 1 اكس 1 اكن 1 اكس 1 اكن 1 اخوتي قالوا لي مرض واعر قتل شحال من واحد قتل واحد السيد تاهو دربنا هاد الايامات تاهو قتل الناس بزاف هاد الايامات هاد المرض قالوا لي مرض واعر يا ربي يا ربي يا ربي الا كنتي كتسمعني لا تسلط علينا هاد المرض في المغرب راه عندنا الناس كيصلاو الجمعه ديما يعني راه اش غنقول لك راه لا حول ولا بالله فهمتي اخويا ما فهمتيش انا كنهضر عربيه مع سكسو هذاك لاعب لاعبيه ديال البطولات ديال المغاربه انا العربيه ديالي كنهضروا هذاك المغربي ديال البطوله قاعد يضحك عليا باش كنضحك معاهم دنيا هانيه ماشا في التلفزيون كنحشم شويه ما نهضرش بزاف مزيان عربيه ايوا في كامبو مع اللاعبيه الدنيا هانيه هذا كانت هكا يضحكوا انا كنضحك ما كاين مشكل سمحوا لي وانا هضرت العربيه مزيان ماشا ان شاء الله انا هضر في كامبو في تران تحيه الناس المغرب واش اش كداري فيه؟ زاري فيه واه الريفي العربية أنا المغربي أنا مغربي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.